التجربة المغربية في هذا المجال هي تجربة رائدة يجب أن تحتذى، ولدول العربية لكل دولة عربية تجربة، لأن كل دولة عربية خصوصيتها. لكن نعمل إن شاء الله في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على إيجاد استراتيجية عربية مشتركة لتجاوز كل الصعوبات بإذن الله. جئت المشاركة في هذا المنتدى اللي يتضمن المعنون التماسك الاجتماعي، في وهو حضور الألكسو لهذه الملتقى وحضور كمراقب من أجل الاطلاع على الهم العربي بشكل عام ومحاولة وجود حلول لهذه الهموم والصعوبات ومحاولة تجاوز التحديات التي تعترض المنظومات العربية في هذه المرحلة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي منظمة تهدف إلى الوصول بهذه المنظومات إلى الأهداف المنشودة في الدول العربية ومحاولة تجاوز هذه الصعوبات وفق الرؤية المرسومة والتوصيات التي توصي بها المنظمات والقمم والمؤتمرات العربية في السنوات الماضية. بالنسبة لمنظومة التربية بشكل عام في الدول العربية، كل دول العربية عندها تحديات الخاصة، تحديات خاصة بكل دولة، حتى تحديات مناطقية في داخل الدولة. المنظمة تنظر إلى المنظومات العربية ككل ولا تنظر إلى كل منظومة لوحدها، تحاول تجاوز الصعوبات الفردية لكل دولة وفي نفس الوقت تحقيق الأهداف المشتركة لهذه المنظومات التربوية.